عن القنوات للبلدان الأوروبية التي لها تقاليد متقدمة في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا، يعني مقابلة تاع كأس العالم، مقابلة تاع، وخاصة أن المنتخب الكاميروني له تاريخ في كأس العالم، منتخب الجزائر هو من أحسن المنتخبات. هاي تحية الجمهور من اللاعبين بوسط بأرضية بوسط الميدان. وهناك صحافة أجنبية متواجدة في ملعب تشاكيا. نروح نسمعوا شوية وش يقول الجمهور مع اللاعبين الأهازيج.